كيف حصل الأرنب على الزبدة؟ حكاية من التراث الأمريكي. كان يا مكان في قديم الزمان قرية صغيرة ذات حقول غنية بمحصول الذرة. أوه، تبدو لذيذة جدا. بمجرد النظر إليها فقط يسيل لعابي. حبة واحدة تكفيني. وبما أن الذرة مزروعة من قبل الإنسان فهي ذات طعم متميز، ولكن يوجد فخ على السور أيها الأصدقاء، انظروا. إذا زحفنا عبر السور فهناك حفرة. ولكن أريد أن أكل بعض الذرة الجيدة. إذن لماذا لا نزرع بعضا منها لأنفسنا؟ بما أننا لا نستطيع أن نسرق الذرة فمن السهل جدا أن نسرق الحبوب. وافق الجميع على اقتراح الأرنب، وفي الحال حصلوا على بعض الحبوب وبدأوا يزرعون الذرة في حقولهم الخاصة. كان يوما جميلا وكان الجو فيه صافيا وأحس الجميع بالنشاط. كل منهم أحضر غداءه، لا شك أن طعمه سيكون ألذ عندما يؤكل مع الأحبة والأصدقاء. ولكن الأرنب لم يحضر أي غداء. لا تهتموا، سأكل غداء فاخرا. أيها الأصدقاء، أظن هذه بقعة جيدة. إنه مكان جميل، سنزرع هنا الكثير من الذرة. يا ثعلب، هناك ينبوع ماء بارد تحت الشجرة، ضع الزبدة هناك. أنت ذكي أيها الأرنب. شكرا. قد وصلنا. من المؤكد أنها لذيذة. ألا تظن بأنها ستكون لذيذة عند الظهر؟ عمل الجميع بجد ونشاط لأنهم أرادوا أن يأكلوا الذرة اللذيذة. عمل الفأر بكل جهده وهو يفكر بالذرة اللذيذة. لقد تعبت كثيرا. ولكن يبدو أن الأرنب لم يجهد نفسه. ما هذا؟ غريب. ما هو الغريب؟ ألا تسمع صوتاً؟ هناك من يناديني. نعم. سكت الجميع ولكن لم يسمعوا أي شيء. أنتم مصابون بالصمم، أعرف. يجب أن أذهب فوراً. نعم. عاد الأرنب بعد قليل وشرح كل شيء. تزحلقت سلحفات على صخرة الاختبار وكانت تطلب المساعدة. ما هي صخرة الاختبار أيها الأرنب؟ إنها صخرة تميز بين الصادق والكاذب، وعندما يضربها شخص بريء تثير الغبار. نعم، الصخرة ناعمة وزلقة، ولو لم أذهب لمساعدتها لكانت الآن في ورطة كبيرة. ها؟ هل الشيء الذي حول فمه زبدة؟ ما الأمر؟ ما يحدث مرتين، يحدث ثلاث مرات. ورطة. إنه مشغول جدا. ما يحدث ثلاث مرات، يحدث أربع. صحيح. يا إلهي. أنا متعب. سقط عصفور من على الشجر وكذلك غرقت ضفدعة. يا إلهي، ماذا أفعل؟ لم 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 لم. وهل تغرق الضفدعة؟ لا أدري، ممكن أن يحدث ذلك. حان وقت الغداء الذي كان ينتظره الجميع. كنت أنسى. نعم. إنها ليست هنا. لقد اختفت. اختفت الزبدة. لقد سرقت. اختفت الزبدة الثمينة. أين الدليل؟ أين الدليل؟ لابد أن يكون هناك دليل. أين الدليل؟ لا أدري. أين الدليل؟ أين أين أين؟ فاليوم
يحضر أحدكم قطعة من الزب. هيا. أحضرت القليل منها، ولكن ماذا ستفعل بها؟ ضع الزبدة هنا وسننام جميعا. سأرق الزبدة، سيعود مرة ثانية وسيحاول أخذ هذه الزبدة وسوف نقبض عليه. صحيح، إنك ذكي جدا أيها الأرنب. نعم. والآن أيها الأصدقاء، دعونا نغفو قليلا ونرتاح. لابد أنهم مرهقون بعد عملهم الشاق في الصباح، ومضت لحظات ونام بعدها الجميع. ها؟ الأرنب يتظاهر بالنوم. لقد نجحت، الآن سأضع الزبدة على أفواههم. نعم. وضع الأرنب قليلا من الزبدة على فم كل منهم ليبدو وكأنهم هم الذين أكلوا الزبدة. طريقة جيدة، ألست ذكية؟ أنا ذكي جدا. هذا الأرنب الشقي لقد أكل غداء الجميع. انظروا. لقد أكلتموها جميعاً. نعم. اشترك الجميع في قتال كبير، كل واحد منهم كان يظن بأنه البريء ولم يستطيع رؤية الزبدة التي على أفواهه. ولكن عندما نظروا إلى انعكاس صورهم في الماء اتضح كل شيء. لا بد أنه الأرنب، لا أحد سواه يفعل هذا. وذهب الجميع إلى بيت الأرنب. افتح الباب. إذا قد اكتشفوا أمري، أظن بأنهم أذكياء. ماذا يريدون؟ ماذا تريدون؟ من الأفضل أن تعترف بأنك أنت اللص الذي سرق الزبدة. أنت اللص، سيحكم عليك بالموت. اربطوه. ولكن كيف عرفتم بأني لص؟ هل وجدتم بعض الزبدة على فمي؟ لا، لقد وجدناها على أفواهنا. كانت، أنت اللص. نعم. إذن أين الدليل؟ وأخذتهم الحيرة تماماً. لدي فكرة، صخرة الاختبار، اضرب صخرة الاختبار وإذا ظهر الغبار فسنسامحك، ما رأيكم؟ ها؟ موافقون. حسناً، سأفعل كما تقولون، انتظروا لحظة. لا تحاول الهرب. أصيب قدمي وأنا أعمل في الحقول، لست معتاداً على عمل شاق كهذا، سأذهب وألبس حذاءً. هذه هي صخرة الاختبار. هل باستطاعة صخرة لامعة كهذه أن تظهر غبارا؟ أضربها 3 مرات وإذا ظهر الغبار فورا فأنت بريء. حسنا، افتحوا عيونكم جيدا. هل سيظهر الغبار؟ مستحيل، لأنه هو اللص، وزيادة على ذلك لم يستطع أحد أن يظهر الغبار من الصخرة. هيا. الآن كل شيء واضح. نعم. هذا حذاء الأرنب. لقد خدعنا.
وضع المسحوق في الحذاء. إنه هو النص. لقد خدعهم الأرنب مرة ثانية. ترى هل سيعود إلى الحقول أم هل سيعود عندما يحصدون الذرة؟ ما رأيكم؟